السلام عليكم، معكم بشر هيلز. رجعنا لكم بلاك اوبس 3. هذا هو التحدي الرابع. التحدي الرابع انك تقتل 10 اشخاص وما تموت، والشرط التحدي انك كل ما تذبح واحد تشيل سلاحه، تذبح اللي بعده وتشيل سلاحه، تذبح اللي بعده وتشيل سلاحه، تكمل 10 ذبحات بدون ما تموت وتذبح باسلحه اعدائك. طبعا اتمنى التحدي هذا يمر يعني بسلامات، ما يطيح في يدنا شاتجن ولا شيفا ولا سنايبر، اسلحه طبعا ما متعود عليها. فان شاء الله اللي عندي يمر على خير. نبدا معاكم نقول بسم الله. اوكي اوكي ايش والله العظيم سكران، استغفر الله. توني انتبه ان هذه اوكي، هذا رقم واحد. توني انتبه ان هذه كومباين شوي كنت سرحان. اوكي ما عليه. طبعا السلاح الاول اللي طاح معانا واول قتله هو الفي بي، فاء الخير ان شاء الله. هذا الثاني لا. اوكي شدقه ما علينا، لازم اكمل عليه طبعا. يا الله اهرب. اوكي قبل ما ارجع للرقم ثلاثة انا بين عندي شيء في الرادار. اوكي هذا نزل تحت، خلي ولي ما نبي. بالحين بصير اشيل السلاح رقم ثلاثة. خلاص هذا رقم. لا يا الله ما طيح سلاح. اوكي الحين رقم اثنين يعتبر لي قتلتين. قبل شي اللي قتلتهم اثنين ما طيحوا لي ولا شيء. الله ستر. يا حول الثالث مو بطايع يجي، استغفر الله. يا الله ايش ما ياخذ السلاح؟ هو مو كنا في ام بي؟ ايه اوكي شحن لي الفي ام بي. ها راعي الفي ام بي اللي شال لنا بيدي. طبعا هذا رقم ثلاثة شحن لي اياه. هذا رقم أربعة راعي الفيسبر. اوكي رقم أربعة راعي الفيسبر. هذا ان شاء الله يكون رقم خمسة. بس ابى يطلع برا شوي، اشله واشل سلاحه. ما ينفع ادخل داخل والنكب، ما ينفع ادخل داخل والنكب. لازم اذبح واحد واشل، ما ينفع اذبح اثنين ثلاثة واشل سلاح واحد. اوكي طبعا اذا طلعوا في وجهي اثنين او ثلاثة اشخاص لازم اذبح واحد بس اشل سلاحه واطلع. اذبح واحد بس ف اوكي هذا رقم أربعة راعي الفيسبر اللي شليته هو رقم أربعة. يلا اللهم قرب رقم خمسة، خلونا نفتك من التحدي هذا. رقم خمسة لب الكود، رقم خمسة كود الحمد لله. اوكي لازم ازبن. توكل ما ابيك ما ابيك. طبعا هذا رقم ستة. وين السلاح؟ اوكي هذا رقم ستة راعي كودا. حلو كويس رقم ستة هذا الحين. يا اخي تحدي في خياس صراحة. التحدي هذا خاصة تذبح واحد ما يطلع لك سلاح. اذا احنا الحين كم يمكن اربع اشخاص ما نزلوا له ولا سلاح. فا اوكي الحين ستة رحنا. اوكي ستة. والله تجيني رشفة شوي. درعم ولا ما الدرعم؟ يلا اطلع يا الحلو. هذا هو السابع راعي الفارو. ما تلاحظون الكل يطاح لي سب مشين. ثامن. الله ياخذك يا الرابس، اقسم بالله انها تطيح القلب يا اخي. والله تطيح القلب عادي تذبحك. هذا الثامن. نشيل العلم. هذا التاسع راعي الكودا. هذا
العاشر. اوكي اوكي شحن لي طلقات شحن لي طلقات. هذا العاشر كم قاتل؟ بوم 10 10 والنهاية رابس. الله ياخذ الرابس. والله مفروض اكنسل الرابس انا صراحة تنكب. حطوني تحت في الكومنت التحدي اللي بعده. السلام عليكم.